مساء الخير لكل المشاهدين وين ما كنتوا عم تتابعونا بلبنان والعالم العربي والعالم بحلقة جديدة من هنا بيروت. اليوم لنحكي عن الرياضة بشكل عام، عن الفوتبول وكرة السلة بشكل خاص، مع رئيس نادي الحكمة إيليا حشوشي لنحكي أكثر عن عنوان كتير عريض اسمه الحكمة رجعت. هل الحكمة رجعت بشكل أبدي، عودة أبدية، أم هناك حالة تخبط ستعود إلى النادي الأخضر؟ عناوين عريضة ستكون محاور حديث حلقتنا اليوم مع الشخص المعني الغائب عن الحلقات التلفزيونية من فترة طويلة إيليا حشوشي. أهلا وسهلا فيك بقناة الجديد. أهلا فيك، بتشكرك على الاستضافة وبتشكر تلفزيون الجديد. ليه غايب عن الحلقات التلفزيونية؟ يعني سألوني كثير من امبارح لليوم، تفضل، ليه رئيس نادي الحكمة؟ أول شيء شكل شيء طبيعي إنه رئيس نادي الحكمة يكون معي، لأنه لطالما دائما كنا على علاقة بالأندية كلها، بس اليوم أنت بدك تجاوب على السؤال. إنه أنت اليوم بقناة الجديد لنحكي عن نادي الحكمة. أنا معك أستاذ إبراهيم. أول شيء الصداقة بتربطنا أنا وياك، ثقتي فيك كمحاور وصحافي بليق بالصحافة الرياضية، يعني هدول عم نفتقدهم يوما بعد آخر، خاصة بالصحافة الرياضية. اثنين، لأنه تلفزيون جديد بعتبره هيك شامل كامل لكل لبنان، وأنا بيعني لي هالتلفزيون، وبالتالي هاي الأسباب اللي خلتني يكون معك. هلأ ليه ما بطلع كتير؟ إنه ما الفن للفن، هيك بنطلع لنطلع، إذا ما في زوم شيء ينحكى وما في شيء ينحكى، بفضل نشتغل أحسن ما نحكي. صحيح، أهلا وسهلا فيك، ودائما مرحب فيك بريزيدان حشوشي ببيتك. لفتني عند وصولك إلى مبنى القناة شغلة كتير مهمة، أنه الضيوف عادة يا ما بيجيبوا معهم شيء ورق، يا بيجيبوا معهم ورقة أو ورقتين. جايب معك كل الأجندة. ليه أجندة؟ الشغل بياخد ملاحظات عليها، بحط شو بدي أقول، بحضر، يعني هاي مسؤولية بالآخر، عم تطلع على الهواء مباشر، في مسؤولية بدك تتحملها مثل أي شغلة تاني بتعملها بالحياة. المسؤولية مهمة، وما فيك بس تحط براسك، يعني اللي بقول لك براسي شوي أنا ما بتزبط معي، بفضل اكتب وكون واضح ومحدد وعارف تماما شو بدي أقول وشو ما بدي أقول. طيب ما بدي أقول، لا بدي أقول كل شيء، يعني رح نحكي كتير، بس في سؤال هيدا عنوان كتير كبير. استلمت نادي الحكمة بال 2019 19 1 2019، جيد، تحت عنوان كبير، ودائما أنت وجمهور الحكمة، الحكمة رجعت. أدي مطمئن على هالعنوان العريض الحكمة رجعت؟ نحن استلمنا تحت، بس تذكرك أستاذ إبراهيم، نحن اللجنة اللي انتخبت ب 19 1 اجت تحت عنوان عريض، مش الحكمة رجعت، سمينا وقتها لائحة انقاذ نادي الحكمة، لأنه كان وضعه كتير سيء نادي الحكمة. هلأ رجعت الحكمة، ما راح ليرجع، الحكمة كان وباقي وحيستمر، هاي بطمن الكل عليها. الحكمة نادي مثله مثل لبنان، يعني لبنان ما بيخلص ونادي الحكمة ما بيخلص، هيدي شغلة بديهية جدا، يعني ما بحب هالسؤال ينطرح مثل كأنه النادي بيروح وبيرجع، لا، بالتاريخ هيك عندك اوقات بتمرق اشياء، بتنزل بترجع بتطلع بترتفع بتعمل نتائج منيحه بترجع بتقشط، هذا شيء كتير طبيعي، طبيعي بحياه الانسان بالمؤسسات وما كان هالشيء بيصير. طيب رح نحكي كتير، في حكي كتير رح نحكي نحن وياك واسئله كتيره، ولكن مثل كل الحلقات بكون في تقرير افتتح فيه حلقات البرنامج. خلينا نشوف هالتقرير الغني عن نادي الحكمة، هالنادي يلي هو نادي تاريخي عربيا ومحليا وأسيويا، وهالنادي يلي بيعني لنا كتير بشكل عام وبيعني للرياضة اللبنانية. تقرير خاص عن نادي الحكمة، وين كان وين صار ولوين وصل، والأجوبة من رئيس النادي، منتابعه سوا ومنرجع. باختصار، عندما نتحدث عن نادي الحكمة مباشرة تتحول الأنظار والأفكار إلى نادي جماهيري يعتبر من الأبرز عربيا وأسيويا، صاحب الألقاب والإنجازات المحلية والخارجية. سنين طويلة ونادي الحكمة يعاني الكثير من المشاكل والتخبط الإداري والفني الذي انعكس على غيابه عن منصات التتويج والبطولات المعتاد عليها في عهده الذهبي أيام الراحل أنطوان الشويري، كاتب أمجاد وتاريخ النادي الأخضر، برفقة الرئيس الحالي إيليا حشوشي.
لا يختلف أحد أن النادي الأخضر عاد بقوة هذه السنة وفرض نفسه واحدا من الأندية الأفضل هذا الموسم بقيادة مدربه المحنك جو غطاس وجهازه الفني مدعوما بدعم إداري وجماهيري كبير. الترتيب العام فرض على النادي الأخضر مواجهة تاريخية جديدة هذا الموسم في مواجهة الغريم التقليدي النادي الرياضي في سلسلة نصف النهائي لبطولة لبنان، حيث تطمح إدارة الحكم والجماهير الخضراء باللقب وهي المتعطشة لحصده وتنتظره بفارغ الصبر، لكن المهمة تواجه صعوبة كبيرة في مواجهة خصم عنيد لا يقل أهمية عن مواصفات الأخضر ألا وهو النادي الرياضي القلعة الصفراء. كيف سيكون ختام البطولة؟ وهل النتيجة شكلت صدمة للإدارة والجماهير؟ وكيف ستكون النظرة والتطلعات إلى الموسم المقبل؟ مواضيع وعناوين كثيرة ستكون محاورها مع رئيس نادي الحكمة إيليا حشوشي. انت وقلبك قولوا حكمي، مش انت وايدك ولا انت واجرك، لانه نادي الحكمه قلب. شو رايك اول شيء؟ نادي الحكمه انسان، نادي الحكمه رساله، نادي الحكمه مختلف شوي عن بعض الانديه. نادي الحكمه ما بده بس يربح كاسات ونحط كاسات، لا، هذا شيء مهم، كثير مهم، واحد من الاشياء المهمه، انما عندنا خلفيات ثانيه نحن ومبادئ منطلقين منها. هو الإنسان، هو مجتمعنا، هو البيئة اللي عايشين فيها، هي المبادئ اللي ربينا عليها. بس كل الأندية عندها مبادئ بريزيدنت. يلا رح وصلك أعمق شوي من هيك، يعني معلش خليني خبرك شغلة. بعتقد إذا ماني غلطان، وإذا غلطان صلح لي، أنت بتعرف أكثر مني، نادي الحكمة الوحيد اللي عنده شيء اسمه تشارتر، شرعة. هاي الشرعة تتفوت على نادي الحكمة بدك تقريها توافق عليها وتقول أنا صرت عضو بنادي الحكمة. شو مبادئها؟ لباقي المؤسسون اللي عملوا نادي الحكمة طلعوا من مدرسة صغيرة بوقتها بالأشرفية مثل كاني الضيعة وعملوا نادي. هيدا النادي عملوه بس ليطلعوا من الشرنقة اللي هني فيها، يصير معهم تعاطي مع المجتمع، مع البيئة تبعيتهم، تيقبلوا بالآخر مين ما كان يكون، تنحب لبنان أكتر، نضحي كرمال لبنان لنتعلم نشتغل مع بعضنا، نتعلم نشتغل لمصلحة المجتمع ولمصلحة الإنسان. هاي مبادئ أساسية موجودة بالشرع عنا. مثلا واحد من الأشياء كمان، ما بعرف إذا نادي تاني عملها، نحن هيدي الجندرية التغت عنا، ما عادت موجودة بقى، يعني السيد وبنمشي، لا، نحن بس نقول عضو، يعني عضو سيد، سيد أو رجل، يعني رجل أو امرأة. هيدي شغلات عم أقول لك يمكن إبراهيم هيك غريب شوي على العالم اللي عم بحكي، بس الحكمويين هيك عايشين. هيدا الفرق بيننا وبين أي نادي آخر. لا، بهمنا نربح بطولات وبهمنا نعمل ألقاب. خليني ذكرك شغلة، ليش نادي الحكمة بس يلعب طول على البطولات كلها، وبس نادي الحكمة ينطفي بتنطفي البطولات كلها؟ سؤال. لأنه نادي كبير. لا، مش بس لأنه نادي كبير، لا، لأنه نادي الأسس تبعيته مبنية مش بس ليربح بطولة. هو الربح بالنسبة له بيعني له كتير، إنما هالتجمع إذا بدك، هالقوة، هالتعاضد، هالتضامن بين أهل وعائلة نادي الحكمة بتعني كتير أكتر من حدا تاني. طيب بس عندي أيام معلش، أيام خليني أحكيها، لما بدنا نحكي سياسة، أيام يعني هيدا بالوجدان، بالضمير اللبناني. ليش نحن عنا ناس من اخواتنا الدروز بالجبل والشيعة من الجنوب والبقاع وسنة من طرابلس ومن عكار ومن صيدا غير المسيحيين اللي موجودين؟ عم بحكي الامور مثل ما هي ابراهيم. انا طبيعي صريح طبيعي. شو السبب انه كلهم هدول حكموية؟ طلع بالجمعية عمومية عدد كبير منها غير مسيحيين موجود فيها، لانه نحن بنقبل بالتعددية وبنقبل بالاخر مين ما كان يكون هالاخر، بس لانه هدول بالفترة اللي نادي الحكمة عمل إنجازات فيها أيام الرئيس أنطوان شويري، وقتها كان نوع من انتفاضة إذا بدك رياضية على الوضع المزري اللي كنا عايشينه أيام النظام الأمني السوري اللبناني. طيب
بدنا نبلش يعني ما توخذني يمكن زركتك شوي بالموضوع. لا اي موضوع بس هاي لا لا بس اي موضوع زركتني فيه مشهور بس هاي الحقيقه. لا بالعكس بالعكس انا بحب اقوله يعني انه ثاقبت هيك قبل الحلقه انت قلت لي انا يمكن مشاكلي كثيره لانه بحكي الامور مثل ما هي. بس انت اليوم اذا بيجي بسال سؤال لنفسي إلي حشوشه مخانق مع نص الكره الارضيه والنص الثاني على الطريق صح او لا؟ لا غلط. أنا بخانق مع نص الكرة الأرضية إذا هني نص ما بعرف ليه لأنه ما بيشبهوني والنص التاني كتير بحبوني لأنه بيشبهوني بكل بساطة على القليلة بهيدا الجاه. لما بدي فوت فيه الموضوع هيدا تيركن للجزء التاني للحلقة بس أنت على القليلة اليوم ما حدا فات على نادي كل الإدارات السابقة بنادي الحكمة أنت على خلاف معهم. مش مزبوط كمان مش مزبوط لا أنه ما بعرف معلوماتك منين سمي لي هات لنحكي يعني الإدارات اللي تعاقبت على نادي الحكمة مين أو أنا ومين أو يلا هيك لنبلش. قبل منا كان في سامي بربيري الله يطول بعمره أنا وياه كتير أصدقاء كل يوم نحكي. قبله كان مارون غالب أنا وياه كتير أصحاب عم بحكيك عن الرؤساء كتير أصحاب مش شوي. قبله إليم شنطف أنا وياه كتير أصحاب. طلال مئنسي أنا وياه كتير أصحاب. ما سمي بعد مين عندك بس انت ليه هالخبرية يعني. لا هلا حوصل لك حوصل لك في في ليك في مشروع شيطاني لإلي حشوشي انا بعرف. لا ما في في اسئله بدنا نجاوب عليها. لا في مشروع اسئله انا اليوم رح اكون معك محامي الشيطان. لا يلا بالعكس لا اسالك وانا بعرف صراحتك وانت رح تجاوب عنا بشكل فيري جود. هيدا اول سؤال جاوبتك عليه اقتنعت او بدك؟ لا رح اعطيك شغلات مثلا اليوم اللي بيطلع بالصف الامامي للمنصه الرئيسيه يلي بملعب غزير بشوف اسماء. هيدي تركينا لاستاذ جهاد بكرادوني. مش بس هيك عنا المنصه الاماميه الرئيسيه بتساعد 52 شخص. يلا رح اطلع لك اياهم 52 شخص. هال 52 في استاذ جهاد الرئيس الفخري للنادي. انا اول ما اجى استاذ جهاد قلت له اللي بدك اياه نحن ممنونينك تشكرني سلف يعني قبل ما يعمل اي شيء. واحدة من الاشياء قال لي بدي مثلا 10 15 على المنصة الرئيسية نحن بنسميها في في اي بي وبدي 15 او 20 في اي بي هاي مفتوحة له. انا ما بقعد عليها نواب الرئيس ما بيقعدوا عليها ما حدا بيقعد عليها هاي تركينا له. وفي 15 للاتحاد صاروا 30 وسبونسر بيطلع لهم 2 هي بتساعد 52 وفي الراعي الرسمي التلفزيون الراعي تفولت ما عاد في محل على حدا تاني. بس انا كتير اوقات بيحضروا اعضاء لجنة ادارية سابقة واهلا وسهلا فيهم. طيب اذا هذا الموضوع عم تحكي عنه الرئيس يعني. الرئيس الفخري لنادي الحكمة حبيب ما القلب ما كتير بدي فوت فيه لهيدا الموضوع لا ليه فوت اليوم شو. عندكم مباراة بكرة انتو وانا ما بدي اكون طرف ابدا ابدا ابراهيم ابدا بس اليوم بدك العلاقة بدي اقول باردة. لا ابدا ابدا مش باردة كتير حامية بالعكس كتير. استاذ جهاد انسان خلوق اجى عطى لنادي الحكمة. ليك خليني اقول لك وقوله عنا لكل العالم ما بعرف هلا لين فتح الموضوع. انا السنة الماضية وقت استاذ جهاد بكرادوني اجى عرض مساعدة نادي الحكمة انا كتير انبسطت فيه وقلت له من اول نهار وهذا حديث عموله انا مسؤول عنه وخلي حدا يقول لي لا. قلت له انا بتمنى عليك انك مش بس تكون انت عم بتساعد نادي الحكمة ماديا ابدا. أنا بدي منك إذا أنت بتعمل رئيس لنادي الحكمة أنا حاضر هلأ سلمك وهلأ لأنه بدك سنة لتصير عضو بالجمعية عمومية لك حق تنتخب وتنتخب. أنا مستعد تجيب أي حدا يقعد يرفقنا بهالوقت وهو يدير الأمور أنا حد منه وبعد سنة أنا بستقيل وبسلمك. إلا أنا ما بدي. قلت له رئيس فخري رئيس مجلس أمنا إلا أنا ما بدي هالمواضيع ما بتعني لي أنا لو بروفايل. بعدين اختار أنه يكون رئيس فخري وماشي الامور مثل ما لازم. حتى اكثر من هيك الامور الماليه انا ترك له اياها له 100% لاستاذ جهاد. عملنا ميزانيه وافق عليها. انا ما بتعاطى بالامور الماليه بالنادي حتى ايام بريزيدان شويري كنت بتعاطى بالامور الماليه. اذا ليه بده يصير في خلاف؟ ابدا بالعكس. وهلا الباب مفتوح له بدعيه بحب يجي يعمل رئيس نادي اهلا وسهلا فيه. بالعكس انا بمسك قد الدنيا بنشوف حالنا فيه. ليه ما عم يجي على المباريات؟ لا عم يجي كان المباراة الأخيرة اللي قبلها كان مسافر كان ببعثة برلمانية. آخر مباراة كان كيف ما كان كان هو أستاذ نديم مراد رئيس مجلس الأمنة وبكرة إذا الله بريد جاي إذا ما إجا خي نادي ما بعرف ساعتها بنتلفن له بنسأله شو بك ليه ما جيت. لا بس بشك إنه ما يجي
شك انه مره واحده حضر مباراه من البيت، كان عنده مناسبه عيد مع عيد حضرها من البيت هو استاذ نديم مراد، بس غير هيك لا على طول متواجد. طيب. جواب على العلاقه بينك وبين استاذ جهاد بكرادوني واستاذ نديم مراد، الجواب انه انت علاقتك فيهم منيحه؟ اكثر من منيحه، اكثر من منيحه، وبحترمهم وبقدرهم بالعكس ما عم بعرف ليه هالمواضيع عم تنطرح هالقد عم بتشيطني، يعني بخانق مع كل الادارات وبخانق مع يعني نحن عم نسال، عم لك هيدي الشيطنه ايه صرت معود عليها. نحن عم نسال هلا بقول لك سببها. ايه يلا لا قل لي سببها. ليك تقول لك سببها، انا ما بعرف اتعاطى سياسي ولا كنت عملت من زمان نايب او وزير، وهيدول كلهم الالقاب انا ما تاخذني تمام، ما بيعنوا لي ابدا نهائيا ابدا ابدا. انا انسان صريح وواضح، انا انسان بقول اسود اسود ابيض ابيض، هيدي فرفكت الايدين وبفوت مع ام العريس وبطلع مع ام العروس وبخبر استاذ ابراهيم شيء برجع بروح بخبر واحد تاني شيء، انا ما بعرف اعمله. انا بس حدا يعمل غلط بقول له غلط، بس حدا يعمل صح بقول له عملت صح، وبتخلص الخبريه هون، ومنا شخصيه بس قول صح او غلط. للاسف بلبنان اي موضوع بتطرحه دغري اذا بتقول له يا استاذ ابراهيم انت قلت شيء غلط هون، قلت شيء غلط، مش يعني ما تاخذني انت كذاب، لا بيزعل وبياخذ على خاطره وكيف بيقول لي خي. انا صريح وبحب انه العالم تعاطى معي بصراحه، طبعا ضمن الاحترام. هيدا الشيء للاسف ما عاد موجود، مشان هيك النص ما بحبني، النص الثاني كثير بحبني لانه مثلي بيشبهني. اي طيب وطمن بالك ما راح غير، يعني اذا حدا مشغول باله هيدي نقطه راح غير. اذا بدي اسال رئيس نادي الحكمه اليوم اللي سبق وتوقع فوز الحكمه على الرياضي بسلسله نصف النهائي بطوله لبنان، قال انه الحكمه قادر يتخطى الرياضي بسري 3-1. اليوم نحن بالنتائج الرياضي متقدم على الحكمه 2-0، وبكره عندكم المباراه المصيريه ظهركم للحياه. الخساره بتوضع نادي الحكمه خارج التأهل الى المباراه النهائيه، المباريات النهائيه. قد ايه اليوم 3-2؟ 3-2 لمين؟ بدل 3-1 للحكمه. استاذ ابراهيم لا بدي اوقف عندها، كيف يعني 3-2؟ يعني بدك انت قادر ترجع تتخطى الرياضي ممكن بثلاث مباريات متتاليه؟ ممكن. انتبه لك، خليني هالقد متفائل؟ شفت وحده من مشاكلك اللي هي لا لا هيدي بده يولع على السوشيال ميديا هلا انه انت بعد ما توقعت 3-1. لا لا خليني اكمل لك. يعني مع احترامنا لكل العالم والسوشيال ميديا والناس اللي عم تتعاطى رياضه، مسابي انه كمان هيك بكل تواضع بقول لك الخبرات اللي تراكمت عنا بخلال هالسنين اللي تعطينا فيها رياضه، وبلشت انا بالثمانينات كنت عضو بنادي الحكمه، رجعت صرت مسؤول عن الاعلام، رجعت صرت دائما رئيس ورئيس لجنه كرات السله، ورجعت صرت رئيس للنادي، يعني انا تدرجت بهالمسؤوليات وكتر خير الله عقيه ما قدرنا عملنا كل هالانجازات. لمن انا قلت 3-1 استاذ ابراهيم، انا بعرف الفريق عنا شباب صغار ما عندهم الخبره، يعني منهم معودين على ضغط الجمهور، منهم معودين على المباريات القاسيه، وبعرف انه الرياضي فريق قاسي وفريق كبير وفريق ما فيك تربح منه بسهوله لا نادي الحكمه ولا غير نادي الحكمه. 3-1 كانت انا بس لاعطي كانت معنويات وزخم لشبابنا للاعبين، اشتغلت على الشق النفسي 100% واللي هو هيدا كتير مهم. هلا اوكي ما زبط لهلا، بس هيدا خليني اقول لك ما بيمنع انه عن جد تخلص المباراه السري هاي 3-2، قد تكون للحكمه قد تكون للرياضي، قد تخلص 3-1 قد تخلص 3-0، يعني حكمه رياضي هيدا فينال، ودائما بالفاينل ما حدا في يقدر النتيجه قد ايه، الفريقين كثير قريب المستوى لبعضهم، ودليل على ذلك المباراه عم تخلص 5 نقط واربع نقط اذا ماني غلطان، مش اكثر من هيك، وبالتالي كان ممكن يمكن شويه حظ من هون او شويه حظ من هون ايجابي او سلبي لاحدهما انه تقلب نتيجه المباراه، ومين قال انه بكره نحن ما فينا نربح؟ انا برايي بلا، انا عندي ثقه انه هالشباب اختبروا بهالمباراتين اللي مرقوا، اخذوا الخبرات، طبعا يمكن منا الكافيه، بس بكل الحالات شو ما كانت النتيجه انا بقول لهم انه هن ابطال،
هن اللي عملوه كثير حلو. انا بعرف جمهور نادي الحكمه عم يتضايق انه عم نخسر اكيد وهذا طبيعي، بس بذات الوقت عم بيشوفوا قدامهم فريق واعد طامح شباب صغار. قد ايه راضي عنه هيدا الموسم؟ 100% 100% 100% نادم انك ما غيرت الاجنبي؟ اكيد لا. بدك تجاوبني تصير اكيد اكيد اسالك كثير اسئله. يلا اكيد لا أكيد مش نادم لا. اكيد لا اكيد لا. معقول عم تقول لي هيك؟ انه عندك مباراه بكره؟ لا لا ابدا، ما حط 32 نقطه بعتقد باحدى المباريات. حتى بتقول لو جبت اجنبي من الليفل تبع اجانب الرياضه 33 او 30 شو كان حط؟ حط 32 نقطه، انه شو بدك يعمل اكثر من هيك؟ نادم على صفقة سيرجيو درويش بالمبلغ الرقم الخيالي أبداً اللي دفعته له؟ نحن بسيرجيو درويش كسبنا مش بس لاعب جيد، لاعب رائع عنده أخلاق، موزون، هادي، رايق، بيعرف يقرأ المباراة، وأحلى شيء فيه ذكي. طيب بدك تعطي سكوب اليوم لنادي الحكمة وتقول لي تجديد عقد سيرجيو درويش على قد ايه كان هلا؟ لا هيدي ما راح أعطيها، ما راح أقولها. لا هيدا هلا ليك استاذ ابراهيم، في اتيك بالتعاطي، صحيح ماني سياسي ودبلوماسي بس كمان في اصول بالتعاطي بين البشر. لما تكون البطوله ماشيه والفرق بعدها عم تلعب، ما له حق نادي لا يحكي شو صار ولا مع مين عم يحكي ولا بمين مفكر، وما له حق يحكي اصلا مع مين عم تلعب بعد بانديه ثانيه، عيب. ايه بس اذا لاعب عندك اصول، اذا لاعب عندي غير موضوع، بس انا ما بقول، ما بصرح، ما قلت لك بالاول ما بقول انه هيدا اللاعب جدت معه او ما جدت معه او ايه او لا. بعده الفريق هلا في استابيليتي معينه، بضل ما حاسالك قد ايه المده، بس جددت لسيرجيو درويش بدك تقول لي؟ ما راح اقول لك. إيه لا بدك تقول لي ما راح اقول لك. جددت إيه؟ اكيد ما راح اقول لك، ما راح اقول لك. طب بس اللاعبين عم يحكوا مع كل الانديه، لاعبين عم في لاعبين عم تحكي مع انديه كثير، لاعبين بنادي الحكمه عم يحكوا مع في لاعبين الحكمه او غير الحكمه، اللاعبين في جزء من اللاعبين بس هو انا ما بعرف فيهم. قال لي وقلت له قلت له قال لي ما لا ما انت بتعرف لانك جددت. لا لا ما بتعني لي، ما بتعني لي هالقصة، وعمل لك ما رح لك اذا جددت لسيرجيو ولا غيره ولا لا، ما رح نحكي بهالموضوع. جو غطاس المدير الفني لنادي الحكمة، طالما انا بنادي الحكمة ابدي سرمدي دايم بنادي الحكمة، بس عندي كل الثقة فيه. وكثير ناس لما قلت له جو غطاس تعال انت بدك تكون مدرب الفريق، حسيت هيك جبل وقشط عليه، حس بمسؤولية كبيرة، زلمه بحياته ما عامل كوتش لفريق درجه اولى، بس انا كنت مامن بقدراته، واكتشفت بقعده بمصر كنا انا وياه، كان معنا الكوتش غسان سركيس، قد ايه عنده الانسان قدره على التحمل، قد ايه بيفهم باسكتبول، قد ايه واعي وعنده كاركتر الليدرشيب. هيدا في اجماع عليه، هو واحد من ابرز المدربين على الاطلاق ببطوله لبنان، يعني اليوم فينا يعني خياري كان منيح بجو غطاس انه بصم لك على في عالم بتزعل يمكن انه كيف هيدا بيزعلوا من التذكر، ما بروح برضه مين ما تحكيني ما هيك بالفلو لا عم لك مين مثلا اعطيني اسماء في كثير ناس زعلت بس مين اعطيني خي كثار مدربين انه كيف جبت جو غطاس ولو ما انا موجود، بس هيدا انا ما بروح برضي انه لا وما بعرف اعمل هيك. يعني انا اخذت قراري، اخذت خياري، انا مسؤول عنه، اللي بيزعل بيزعل، اللي بيرضى بيرضى، يعني ما شغلتي اقعد راضي كل الناس. معقوله ما نشوف يعني عم نحكي لمين عم نجدد ولمين بضل، بس معقوله ما يتجدد لإلي حشوشي برئاسه نادي الحكمه سنه الجاي؟ نحن مش سنه الجاي، اللي بعدها. بس ممكن انت هلا تترك الساحه لغيرك؟ ولك هيدا سؤال خليني اقول لك، انا وصلت محل استاذ ابراهيم الخطه اللي كنت موضوعها انعملت باداء تفاصيلها، كل شيء انا حكيته بالمؤتمر الصحافي قبل وقت اللي قدمت ترشيحي لنادي الحكمه، كل شيء قلته صار ونعمل. انا بعتبر انه الانقاذ انعمل ونوجد، وفي عندي اسباب كثيره بتطمن لي بالي انه النادي صار رح يكون بايدي امينه. هلا بترك ما بترك هيدا قرار يعود لي، انا الوحيد اللي بقرر اذا بضل او لا، انا الوحيد بتحكم بقراري وبمصيري، ما في حدا اوعى تفكر حدا، واللي بيعرفوني بيعرفوا بياثر فيي ولا 1%. هلا انا موجود، بعدين شو بصير هيدا في ربنا بيعرف، بس بيقولوا علاقتك مش منيحة مع الدكتور سمير جعجع بمعراب.
ماشي بدي اقول لك يعني انه علاقه منيحه وعلاقتي بمرتي واولادي منيحه ولا يعني يمكن ضلوا المراه والاولاد او لك ايه؟ لا انا اخذ عهد انه اليوم بدي اسالك ليك. كل الاسئله وانت بدك تجاوبني عليها بغض النظر عن خليني خبرك شغله فيك تقول لي باس لا 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 دكتور سمير جعجع اكثر من صديق لي واكثر من خي واكثر من في وانا انسان حزبي وهو رئيس حزبي اوعى تفكر ولا لحظه من اللحظات انه علاقتي سيئه بالدكتور جعجع لا قبل ولا هلا ولا رح تصير سيئه هاي ما في مجال يعني ما لا من بعيد ولا من قريب انا بتذكر نهار انتخابات اتحاد الباسكتبول رجع لهالايام وبتعرف علاقتي كيف بالدكتور جعجع لا ما في مجال يعني شو وقت انتخابات اتحاد الباسكتبول ما كان انا اخذت قرار بعكس معراب كنادي حكمي انه لا مش بعكس معراب بعكس المسؤولين الرياضه بمعراب لجنه الرياضه انا مشيت مع استاذ اكرم حلبي لاني مقتنع انه هيدا الانسان في يعمل من باسكتبول شغله وحريص عليها و و و الى اخره عملنا هالقعده انا وياه وتفهمنا انه هيدا الموضوع كتير مهم بتقول هيدا القرار اللي ندمت عليه بحياتي لا ما ندمت ابدا ابدا الصلحة هلا اللي صارت مؤخرا انت واستاذ اكرم الحلبي بقى خليني اكمل لك بقى انا عكس كل التوجهات السياسية انتخبت استاذ ما انتخبت لانه ما كان لنا حق ننتخب وقتها بس كنت عم بدعم وداعم واشتغلت لا يربح استاذ اكرم حلبي رئيس الاتحاد دكتور جعجع ما كان ابدا عنده مشكل بهالموضوع نهائيا يعني طيب حكينا عن التواقيع وما التواقيع ثلاث لاعبين اجانب للموسم المقبل صار في تقريبا كل انديه الدرجه الاولى بغالبيتها العظمى مع ثلاثه اجانب برايك ثلاثه اجانب اصبحت نافذه لك كمان هي اختبرناها يعني انا اختبرت بلا اجانب واجنبي واحد واجنبيين وثلاث اجانب ثلاث اجانب باي صيغه كيف هن ليست اي كيف بدك توزعها يعني ما فيك تيجي تحط شغله هيك لحالها هيدا سيستم عم يشتغل كله سوا مع بعضه اي تغيير فيه استاذ ابراهيم بدك تعمل ادابتاسيون على كل السيستم ليضل ماشي مثل ما هو هلا انا برايي السيستم غلط وانك تيجي تطرح ثلاثة هيك بالمطلق انه بدنا نعمل ثلاثة كمان غلط بده اعادة نظر كل هالتركيبة هاي بس ما جاوبتني على عم جاوبتك انه تقول لي ثلاثة هيك ما فيني اقول لك الخمسة ليستي مثل ما هو الوضع خمسة ليستي ثلاثة وين بالملعب ما انت ثلاثة بالملعب اكيد ثلاثة اكيد غلط بدك 2 بلس 1 اكيد غلط كمان هون اذا بدك تعملها هيك بدك تقلل اللاعبين الليستي بدل ما يكونوا خمسة يصيروا ثلاثة يعني طرحك شو هو انت ثلاثه طرحي انا عندي طرح كتير كبير لا ما بدي طرح صغير بدي طرح صغير عم بحكي عن الثلاثه اجانب يعني انت شو انا ضد ثلاثه اجانب ضد لا عم بحكي اذا ليست ضد ضد انا عم اقول لك انا اذا بدك انا الطرح تبعي اجنبي واحد للفاينل 8 يعني بال قبل الفاينل 4 هوم اواي بعدين بتجيب اجنبي ثاني بالفاينل 8 فاينل 6 لازم ينزيد فاينل 6 وفاينل 4 اجنبي تاني واذا انصاب الاجنبي ضروري له حق النادي انه يغيره بتقرير بصير من اللجنه الطبيه تبع الاتحاد يعني ليش عم اقول لك انه هيدي ما فيك تشتغل اثنين او ثلاثه او اربعه او خمسه ما هي في حد منها كمان بدك ما هي ثلاثه اجانب لها اسباب اسعار اللاعبين يا استاذ لي يا خيي هاي الخبريه خبرتونا اياها كمان سنه الماضي انه جيب اثنين اجانب اسعار اللاعبين نزلت اسعار اللاعبين جاوبني او اللي طلب ما نزلت شو عملنا كلفنا الانديه مصاري اكثر وفي حال ما كلفتهم اكثر ظهر من السوق اللبناني بين كره القدم وكره السله ملايين من الدولارات انا برايي اللاعب اللبناني احق فيه يمكن هيدا رايي هلا بتقلي للعبه ولنطور بقول لك 100% مشان هيك بعتقد لاعب واحد بيكفي بالفاينل 8 ولاعبين للفاينل 8 فاينل 8 فاينل 6 فاينل 4 بتجيب لاعبين ولك حق تغيره اذا انصاب هاي بيروت هلا عمل كل شيء لازم يعمل تا يربح بطوله دفع كل شيء فيه مصاري انصاب اللاعب معه طيب مش ظلم هيدا بس انا عم بسال مش ظلم اي فريق تصير معه هالخبريه هيدا ظلم خيي حرام حرام عن جد حرام 100% طيب وبأول مباراة له
يليك قديه بشعة، مفروض الاتحاد يكون عنده لجنة طبية بيوثق فيها تاخده تفحصه هالزلمي مزبوط منصاب حقيقة بده وقت ليرجع يتعافى ويلعب. إلك حق يا نادي تفضل تروح تجيب واحد تاني، انه كل شغلك كل السنه طار لانه لعيب انصاب، ما كمان هيدا مش عادل يعني. صح، هيدي شغله اساسيه. هذا الطريقه يعني طرحي للامور هيك، في كتير عالم ما بتحبها. ليه بدهم الانديه ثلاثه اجانب؟ والله ما بعرف، والله ما بعرف. ضمنا ان انت بدك بس لا لا ابدا ابدا ابدا. انا بزعل لانه يا خيي ثلاثه اجنب، يعني عم تحكي تقريبا 65% من الفريق اجانب صار، ما هو على الارض الملعب عندك خمسه، إذا ثلاثة أجانب عم يلعبوا واثنين قاعدين صدقني بتضرب كل اللاعبين اللبنانيين. كم لاعب لبناني صار عندك بالملعب؟ 24 لاعب، صح ولا لا؟ صح. طيب شو بتعمل بالباقيين؟ أنا بدي أسألك باثنين أجانب قدي في لاعبين السنة اختفوا ما عدنا شفناهم؟ في عندي فقرة منشوف الصورة ومنعلق عليها، هيدي الفقرة منشوف الصورة هيك بتسهل عليك الأجندة اللي كاتبون. لا خلينا نشوف الصورة الأولى. يلا. لليوم أنا وياك بريزدان يحشوشي رح نشوف الصورة الأولى لرئيس الاتحاد اللبناني لكرة السلة أكرم الحلبي والأمين العام المحامي شرب الرزق. لا شو بقول عنا؟ علاقتك فيهم كيف؟ نيحة نيحة. إذا بدي أعطيك، أنا بدي أعطيك ترتيب ممتاز جيد جدا جيد عدم، شو بتحط؟ العلاقة معهم؟ إيه جيدة جيدة جدا، ما بالعكس صار خلاف وجهات النظر أنا وأستاذ أكرم وأستاذ شربيل وهلأ مش لموضوع إعلامي هيدا لينحكى، وبيجي يوم يمكن بمذكراتي عم بكتب مذكرات بيجي يوم بحكي بالتفصيل فيها، بس منو طرحه للإعلام، هذا موضوع بخص عائلة كرة السلة، علاقة الحكمي نادي الحكمي مع الاتحاد اللبناني. حكينا في كتير اشياء بعد تنحكى وتنعمل وانا منفتح وهني منفتحين الشباب. يقال اخر اجتماع على... اللي اجتمعته ما كان مثل ما بدك. لا كان كتير منيح، لا كان كتير منيح، صرحنا وحكينا كل شيء. انا زلم ما بخبي يعني بيعرف صار استاذ اكرم انه اللي بقوله هيدا هو ما... يا أسود يا أبيض. صورة تانية لنشوفها لليوم علاقة رئيس نادي الحكمة برئيس النادي الرياضي استاذ مازن طبارة. كتير منيحة كتير منيحة. استاذ مازن طبارة بالعكس طلع لعنا واستضافني ونزلنا لعنده واستضافنا وعلاقتي الاجتماعية معه منيحة يعني مش مقصرين، بحترمه وبدره، عنده الربح كتير مهم وبفهمه أنا، ويعني هيك حماسه كتير حلو يعني. من ممتازي لعدم وين بتحطها؟ لا كمان جيدة جدا. لا أبدا ما في حدا ممتاز لحد هلا. خلينا نشوف الصورة. ما بعرف إذا بدك قول ممتاز. لا أنا عم بس قول جيدة جدا ممتاز. لا جيد جدا غير الممتاز. طيب ممتاز شو بدك. الصورة الثالثة رئيس نادي بيروت أستاذ نديم حكيم، علاقتك فيه كيف؟ ليك علاقتي معه لأستاذ نديم منيحة بس البزعل عليه أنا أنه الأجواء المحيطة فيه من وقت ما أنا بلشت بنادي الحكمة علاقتي معه مباشرة ممتازة بلس إذا بدك إنما صار شغلات على الطريق كمان منا للإعلام أحكيها، كمان بيجي يوم نحكي فيها، اتهمنا بإشياء حرام ظلم يعني أنه طلعت من عنده خبريات وسبب من أسباب يمكن سوء العلاقة اللي صارت بعدين مع الاتحاد كان وراها الخبريات اللي طلعت من وراء البعض بنادي عنده، وأنا زعلت وحكيته يعني بقول لك شغلة مثلا أنه اتهم أنه سمير صالح حيمي الفرد ونازل بالقوة وهدد وبده يخبط وبده يقتل، هذا شيء ما صار مش مظبوط. اتهمنا أنه أنا جاي مع المرافق ومرافق معه، أنا بحياتي ما معي مرافق وما معي حدا بسأل سيارتي، اتهمنا بكتير إشياء أنه جو غطاس ما تغزني بزق بوجه ما بعرف مين، كمان تبين وصاحب الخبرية اللي قالها رجع اعتذر قال لا هيدي ما صارت أنا قلتها لأني كنت معصب وعقب وقتها جو غطاس وإلى آخره، عرفت يعني صار هالأجواء اللي أنا ما بحبها يعني، أنه هاي الخبريات قال لي وقلت له وشفت قطعت هلأ ماشي الحال يعني علاقتك فيه؟
لا استاذ نديم جيدي، ما كن له كل الاحترام بالشخصي. الصورة الأخيرة رح نشوفها يلي رح يعلق عليها رئيس الاتحاد اللبناني لكرة القدم السيد هاشم حيدر والأمين العام أبو فراس برفقة أكيد رئيس الاتحاد الآسيوي الشيخ سلمان. تعني لك كثير العلاقة مع السيد هاشم حيدر؟ إيه لك السيد هاشم شئنا أم أبينا عنده موقعه بالرياضة اللبنانية وعنده موقعه بالرياضة حتى الآسيوية، ما فينا ننكر هالشيء، مثل ما أستاذ أكرم حلبي عنده موقعه كمان هون وهون. هيك مواقع ما فيك تجي إذا بدك نقرب صوبة بطريقة مش كتير ولا بد للإعلام تكون هاو شغلات بينبحثوا ضمنا يعني بالعائلة الرياضية. هلا يبدو انه اللي صار اذا بدك توصلني للجنة الاولمبية صار مشاكل باللجنة الاولمبية استاذ ابراهيم. انا صراحة كتير بأسف للي عم بيصير، انقسام سياسي حاد جدا، خلفياته منا منيحة، ما بعرف لوين بدها تودي. بتأمل انه هيدا الموضوع يرجع يترتب، بس اكيد ما في شك اللي انعمل ما كان لازم ينعمل، ما كان لازم ينعمل يعني بكل تفاصيله. هلا كيف فلت هالموضوع، كيف فلت الملق وراح كل واحد بطريق، هيدا للرياضة اللبنانية شيء سيء جدا. لك اذا بدك نحكي بهالموضوع خليني اقول لك، بأثناء إغلاق البلد وقت كورونا أنا أرسلت لوزيرة الشباب والرياضة مدام هاروتيان إذا مني غلطان هيك عائلتها صح وهنيان ما بعرف، بعتنا قلني لها نحن نادي الحكمة نتمنى عليك بفترة إغلاق البلد تتفضلي تعملي ورشة عمل تضم الوزارة، لجنة الشباب والرياضة، لجنة الأولمبية وكل الاتحادات، تحتالي تفضلوا يلقطوا هالأنظمة والقوانين البالية اللي عنا المهترية اللي ما إلها علاقة بقى، ينعمل نفضة طويلة عريضة بورشة عمل تحديث لقوانين ونعرف حالنا وين رايحين وين جايين. رياضة أستاذ إبراهيم كنز وطني بلبنان، مثل السياحة مثل أي شيء تاني، وبعد أنا بقول إذا بينشغل عليها أهم بكتير من هيك، إنما للأسف ما حدا عمل شيء. نظامنا نحن لا هاوي ولا محترف، طب اللي من الأندية بتيجي تدفع ملايين دولارات انه هيك بدك تعملها كهاوية، اكتر من هيك بترجع بتجي الدولة اللبنانية بتكلفك بتقلك انت عليك رسومة لقد وغرامات لانك تأخرت بالدفع، ما مش عارفين حالنا هوات ولا محترفين اي نظام. هلأ المشكلة الكبير نظام اللجنة الاولمبية تفسيره كيف لازم يكون كيف ما لازم يكون، بنهاية المطاف بتقول طب يا خي اذا لا الوزارة عم تهتم ولجنة الشباب والرياضة، انا ما بعرف صراحة شو صاروا عاملين لهلأ مع احترامنا للاثنين، اللجنة الأولمبية شو عم تعمل والاتحادات شو عم تعمل، طاعوا ما كان في نشاط نقعد كلنا سوا وينعمل لفظة طويلة عريضة. إذا هيك الرياضة اللبنانية رح، إذا ما صار هيك الرياضة اللبنانية رح تضل محل ما هي كرمالها رح ترجع على وراء. بالنسبة لميزانية الموسم المقبل كمان إذا بتقلي أنه يعني أكتر من سنة الحالية أكيد أكتر أكيد بدك تزيد لك، بس منين راح تقدر تأمنها؟ 30 40 منين راح تقدر تأمنها؟ عم تحكي عن نادي الحكمة أو كل الأندية؟ نادي الحكمة عندك مثل السنة عندك سبونسر كتر خير الله، وقعنا عقد جيد جدا مع برومو ميديا بوجه لهم تحية هون سوري قلنا اسم الشركة بعتذر، على 3 سنين اوريدي بلش تبين البشير بمفاوضات عم تصير مع بعض الشركات. عندنا المعلنين كتير سنة، نادي الحكمة أخذ الوهج تبعه رجع محل ما كان، والمعلنين هني عم يتصلوا فينا ليحطوا، عندك هاي الإعلانات، عندك اشتراكات الجمعية عمومية اللي صرنا فوق الألف واحد، هدول كتير رمزيين إنما بحسب تسند خابية، وعندك مجلس الأمناء، وعندك الملاعب اللي عم ناخده والرعاية التلفزيونية وبعض النشاطات. بس هو يا أستاذ إلي كلهم ما بيهدوا، بدك حدا، وين الرئيس غسان حصباني بنادي الحكمة؟
كيف وين؟ يعني هو كان رئيس مجلس ظهر من نادي الحكمة على خلاف واختفى. مع مين ظهر على خلاف؟ انه ما يقال انه كان في خلاف يا خي. يقال 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 ما هاي رجعنا نهار اللي ظهر دولة الرئيس حصباني من نادي الحكمة عدنا انا وياه قال لي انا صرت نايب عندي كتير ضغط علي عندي كتير مشاكل عندي عندي انا بدي اقدم استقالتي. قلت له دعانك حكينا اللي بدنا نحكيه. عملنا له مؤتمر صحافي ودعناه فيه علقنا له وسام الاستحقاق الماسي من نادي الحكمة كان لاول مرة عم ينعطى وكرمني ومباراة الماضية هو الأوسنة تبع نادي الحكمة كثير عم توزع منهم. لا ابدا هذا هو الوحيد ما حدا اخذ غيره ابدا بس ابدا أوكي. اذا بدك واحد بدك تعمل شيء لنادي الحكمة بنعطيك واحد يعني اذا عندك كل اللي عامله ما يعتبر لا لنادي الحكمة منك عامل شيء هلا حبي حبك بساعتها بدي يصير وزع كثير بالملايين الحب الصادق بصير بالملايين بدي وزع أوسمة وبالتالي مباراة الماضية كان موجود حضر المباراة وكان كتير مبسوط وفرحان وما بعرف بكرة إذا رح يجي ولا لا بس آخر مباراة كان موجود فيها إنه ليه هالخبريات. بدي أرجع على نقطة صغيرة كتير مش أختم فيها أختم هيدا الملف التمويل. إذا في حال ما كان الأستاذ جهاد بكرتوني سنة الجاي بالموسم الجديد عندك أنا بتمنى يكون إذا ما كان ممكن يكون في غيره يعني جاهز أنت لبديل لإله لك نادي الحكمة ما رح يقع وسيلة ليمول حاله بس كنت بدي أسأل هالسؤال لأنه ما رح يقع وسيلة ليمول حاله لأنه تمويل نادي كرة سلة وكرة قدم وكرة هلا بسألك وزعلان أنك ما عم تحكي لا رح أوصل ما أنا يعني في صير في تجزيء للحلقة حتى ما تخلط المواضيع مع بعضها ما لاحظت هالشيء أستاذ إلي يعني شوي يعني شايفك مركز بس انا مع مين خانه ومع مين مش خانه انا هول الاسئله هيدا هي لحتى نعرف نحن نكون مطمئنين عن نادي الحكمه هيدي هي زهر خانه مع لا انا بدي اشوف ما بدي اطمئن على مسيره النادي لوين رايح معلي محل ما وصل للنادي انت منك مطمئن على الاخر و2019 وين صح. كان النادي وين صار مطمئن او مش صح. مطمئن 100% شوف يعني معك اذا انا مخانه مع هيدا ولا مع هيداك يعني لا انا بدي المهم النتيجه حدك هاي هي بالنسبة لاستمرارية السنة الجاي والميزانية عم تقلي أكيد رح تكون أهم أكبر من الميزانية الحالية اليوم جي مانوكيان بنادي هومنتمن رئيس لجنة كرة السلة وقع مع والتر هوج وقع مع جيمي سالم لاعبين بتخاف على اللاعبين وقع مع جيمي سالم لاعب نادي دينامو السابق وشونفيل الماريست حتى ما يزعل أستاذ إبراهيم نسا برأيك اليوم هاللاعبين إذا تم خطفهم من نادي الحكمة كيف بتكفوا؟ خطفهم شو خطفهم؟ خطفهم يعني وقعوا لا كلمة كبيرة ايه؟ لا اي يعني بالاخر واحدة من الاشياء انا مطالب اتحاد كرة القدم فيها هي الغاء التوقيع مدى الحياة هيدا لاعب انسان بالاخر وحر بيمضي سنة اثنين ثلاثة بعدين بده يرجع يصير حر وبيختار محل ما بده وبيروح بوقع ايه شو الغلط اذا جي وقع مع والتر هوج او والتر هوج وجيمي سالم ما عم بفهم سؤالك وين شايف المشكلة يعني إذا اللاعبين ما ضل يعني لنقول سيرجيو وعلي مزهر ما وقعوا بنادي الحكمة نعم ما كانوا بنادي الحكمة هاي ما تعتل همهم لسيرجيو وعلي بعرف سيرجيو خلص بس علي بعد ما تعتل همهم اثنيناتهم وغيرهم كمان ما بدك تعطيني بس كمان لا ما بدك تعطيني لا رح حلك انه اعتبر سيرجيو خيي حر وقرر سنة جاي انه يروح على نادي تاني الله معه سمينا سيرجيو لأنك عم تسمي أي لعيب بنادي الحكمة أو غير نادي إنه بالعكس اللاعب خلي يحس حاله مرتاح يروح ينتمي لنادي بحبه قلت لي ممكن مباراة بكرة تكون نقطة البداية لانطلاقة جديدة لنادي الحكمة كنت بالمنارة بالمباراة الثانية وكنتوا قريبين جدا من انه تخطفوا المباراة كلمة خطف ما بتحبها بس هي لانه الواحد الخطف هي لحظة انك تقدر تحقق شيء صعب انخطاف برأيك بكرة بغزير اول شيء خبرنا للجمهور اللي عم بيتابع كيف الاستعدادات وكيف قدي حاضرين انتو رائعة استعدادات رائعة انت ما بتحضر المباراة لتتسلى بتحضر المباراة بشغف بحب بشغف بعشق بصراحة بتطلع على اللاعبين بس بتطلع أكتر على الجمهور بس شوف بسمة الجمهور قديه مبسوطين الأولاد صغار صراحة عمله كنت لسيدنا المطران هيديك النهار قلت له سيدنا قال لي عم شوف هالحكموية القدامة
كيف عم يجوا مع عيالهم وولادهم واحفادهم، هي ما كنا نشوفها صرنا فتره يعني. هلا عم بتشوف انه الحضور بنادي الحكمه، الجمهور من كل الاعمار كل الفئات، مبسوط فرحان، ربح او خسر، جمهور رائع لا مثيل له. ابراهيم انا جيت على نادي الحكمه كرمال هالجمهور، هذا هو ذاته، هذا هو جيت كرمال دمعتهم وحزنهم وقهرهم، قديش شفتهم زعلانين. هلا انا بيكفيني اطلع شوف البسمه على وجوههم، ما بدي اكثر من هيك. القضيه اللي بيزعل بيزعل، اللي يرضى يرضى، ما فرقاني معي. الاشخاص اللي كانوا وقفوا معك لما جيت على نادي الحكمه اليوم وينهم؟ مثل القاضي داني شرابي. داني صديقي كل يوم بحكي انا وياه، بس هو ترك مهنته هون استقال ويحو موجود بخارج لبنان بقطر عم يشتغل هونيك، وعلى طول على اتصال معه. وقت رحنا على قطر ما تركنا ولا ثانية. بحكم خبرتك بالباسكت من ايام الراحل انطوان شويري، برايك قادر الحكمة بالتشكيلة الحالية يرجع يقلب الطاولة؟ اكيد اكيد اكيد. ما عم برجع اقول لك استاذ ابراهيم، اذا بتطلع على ستاتستيك بتشوف انه شغلات كتير متقاربة. يعني مثلا خلينا اقول نحن عنا لتسي 17 ريباوند، هن عندهم 18 ريباوند. نحن عنا 8 ستيل، هن عندهم 7 ستيل. كتير قريبة، ودليل على ذلك طلع بالآخر بالسكور اللي بيكون عندك فرق 4 نقط و5 نقط. يعني شوية أغلاط صغيرة عم تنعمل، يمكن شوي قلة خبرة الشباب. ما تنسى عم تلعب ضد منتخب لبنان تايمز 2 و3 أجانب، يعني منا هينة، مع شباب عندها خبرة، إن كان وائل ولا أمير ولا اسماعيل ولا جان ولا كله. يعني تشكيلة مدججة بالنجوم بتطير العال. بملف كرة القدم، هيك إذا بدي أسألك عن ملف كرة القدم، يقال إنه إيليا حشوشي بحب الفوتبول كتير، وأنت من الرؤساء يلي نقلك الموسم الماضي إنه بلا الفوتبول أنت أصرت عليه رغم ميزانيته الكبيرة. مش موسم الماضي، أنا from day one رجعت على نادي الحكمة إبراهيم، عم لاقي صعوبة بهالموضوع. يعني حتى أعضاء باللجنة الإدارية أو ناس مسؤولين كبار بنادي الحكمة بأول سنة وتاني وتالت ورابع سنة، إنه لشو الفوتبول وشو بدنا بالفوتبول. هيدا مثلا واحد من أسباب خلافاتي مع البعض، إنه قلوا لا بدنا فوتبول، بيزعلوا الشباب إنه لشو. هلا الطرح جديد إنه سكر الفوتبول، خذ الميزانية تبعيته زيدها على كرة السلة. طرح مين هيدا؟ لا لا العديدين شيء شأن داخلي هيدا. أنا ولا مرة عندي الاسم بس احتراما لإله ما راح أقول، تفضل. له لغيره، لا ما فينا. أنا ما ممكن طالما أنا مسؤول بنادي الحكمة إني أسمح إنه يتسكر الفوتبول. الفوتبول هو تاريخنا، الفوتبول هو تراثنا، الفوتبول هو اللعبة الشعبية بلبنان وبالعالم وين ما كان. فوتبول ما بدنا نسكره. فتحنا أكاديمية صار فيها 400 لاعب ولد عم يلعبوا فوتبول، وهلأ عم نشارك بثمان فئات عمرية بكرة القدم وعم يعملوا نتائج كتير منيحة. وهون بالمناسبة بدي وجه تحية كتير كبيرة للكوتش الصاعد الواعد الكابتن بول ريستوم، ابنه للقائد التاريخي أميل ريستوم بنادي الحكمة. بول اللي مستلم هلأ وعم يعمل شغل كتير منيح. هالأشبال والصغار الأكاديمي مدرسة الفوتبول هو مستلمة، عم يعملوا نتائج كتير منيحة، 400 ولد كتير فرحانين كتير مبسوطين، وهيدا عم بيكون خزان لقلدن الله راد بخلال كم سنة يكون فريقنا 90% منه هو من أولاد الأكاديمية. سنة الجاي رح يكون عنا 4-5 والحبل على الشرار. قديه كانت ميزانية الفوتبول سنة الماضي هيدي السنة؟ بحدود الاستجهاد ولا عندك؟ بحدود 350,000. 350,000. والباسكت؟ بحدود المليون. وصلت للمليون. 900 وشي 900 مليون. طب لوين رايحين نحن بهالأرقام الكبيرة؟ كارثة 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 كارثة. أنا واحدة من الاقتراحات كمان اللي عطيناها لكرة السلة وكرة القدم سالري كاب. خلص سالري كاب، تعرف حالك نحن منا أذكى وأشطر من الـ NBA ولا من الإسبان، بس ما بتزبط بلبنان. ليه؟ ها
خلينا نحكي بالموضوع يا خيي قدام كل العالم. هيدي كنت انت بس حدا يعني نقطة مهمة كتير، ان قدمتها تاني يوم كنت عم توقع مع سيرجيو ب 120,000. طيب لا انه لا مش تاني يوم، لا مش مزبوط، مش مزبوط ومش 120,000، بس لصلح لك المعلومات، لا تاني يوم ولا 120,000، معلوماتك غلط. انا قدمتها صار لي سنة بصري قبول وسنتين عملوا سالاري كاب. طيب لي من ما بيعملوا شو بدك اعمل؟ معلش يجاوبني احد رؤساء الانديه قال هاي القصه انه عم بطالب وعمل هيك. طيب اذا منا موجوده شو بعمل؟ انت جاوبني، ما بمضي مع سيرجيو؟ بلا. وما بمضي مع علي مزير وما بجيب اجانب لانه انا ما بدي اثنين اجانب؟ معلش استاذ ابراهيم ما تاخذني مش انت بس، هذا حكي شوي ولدني يعني فيه. ليك خليني اقول لك، انا عم بسالك شو اللي انقال. يلا يلا راح اعمل لك حكي ولدني للي قالوا يلي قال هالحديث، حكي ولدني هذا. ما بقى فيك نتزاكى على بعضنا بلبنان ونقول لا ما تنعمل، لانه انه بلبنان كلهم زعبرجيه وبيعملوها تحت الطاوله. ما بتنضبط من ايام هشام جارودي رئيس الرياضي استاذ هشام انه انحكى فيها وما انضبط، ما حدا قدر يضبطها. يلا يلا رح جاوبك. انا لما بعمل قانون بحط حد للصرف بميزانيات الانديه كره قدم او كره سله، وبيجي بقول العقوبه عليها النادي بينزل حكما للدرجة الثانية أو الثالثة، واللاعب يتوقف مدى الحياة إذا صار في أي خلل بهالموضوع وعدم التزام بالقوانين. هلا بكتلي رح تضل تصير، إيه ممكن، مثل السرقة اللي موجودة بالقانون اللبناني وكل القوانين، إذا سرقت اللي بيسرق بروح على الحبس ولا لا؟ صح. في كتير سرقات بتصير ما بينكمش وما بروح على الحبس، بس النهار اللي بينكمش بيعرف إنه القانون بطاله. خليها تصير مرة ويتعاقب نادي واحد ولاعب واحد، بتشوف كيف كلهم بصيروا يمشوا عليها. ما فيك تترك الدنيا في التاني وتقول ما في قانون، وإذا عملنا قانون ما حدا بيلتزم فيه. لا، أنا بعمل قانون والكل لازم يلتزم فيه، واللي ما بيلتزم فيه بيتعاقب. بس تترك الأمر هيك على غربة ماشي، حرام حرام، لأنه رجعنا أنه جيبوا أجنبيين هالجاب بين الفرق بيسكر. طلعنا فتشنا لقينا رجعنا 40 نقطة و 50 نقطة و 60 نقطة عم يطلع الفرق. ما هاي فاينل 8 ما عليك كانت كتير بايخة يعني، أكيد رجعت ولعت بالفاينل 4. طب حرام، عن جد ظلم وعن جد حرام. عندك أربع فرق عم بحطوا مصاري وثمان فرق ما عم فيهم، ومش ما هالجمهور اللي بيجي بيحضر مباراة يا أستاذ إبراهيم على التلفزيون، ما هالتلفزيون كمان بده حقه انه يكون في مباريات حماسيه للعالم تحضر. طيب مين بيعرف انه المباراه عم تنتهي 50 و60 نقطه؟ اكيد بمال عم نقتلها للعبه، عم نقتلها للعبه. طيب حتنقلوا من ملعب غزير تروحوا على لا هلا لا في توجه؟ اي طبعا هلا لا، بس قد ايه بعد عنا وقت؟ عنا قل لي. لا قل لي قد ايه عنا وقت؟ سبع دقائق. سبع دقائق بدك تعطيني قد ايه عندي وقت احكي لحالي بدون ما تقطعني؟ دقيقه. بدقيقه؟ إذا طالما أنت ماشي عم تحكي شيء ما عندي إياه بتركك. طيب أنا معلي نحن جينا شو هاي رسالة؟ لا 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 ما بعمل رسائل. أنا حابب بس للتاريخ أعطيك أرشيف كتير مهم لك، هيدا أرشيف مصور أوكي صوت وصورة يعني أوكي. من 2019 بهالأربع سنين ونص لتاريخ اليوم رح حدد لك شو اللي نعمل بنادي الحكمة، بس لتبقى عندك للذاكرة والذكرى. ما الله رب. رح روح على الصعيد الإداري رح بسرعة أقول لك. يلا يلا. فتح باب الجمعية العمومية، تخطينا 1000 منتسب، فصل أعضاء من الجمعية العمومية، أخذنا شهادة الأيزو للسنة الثالثة على التوالي، تعديل نظام النادي لا يمكن الاستدانة، حقوق الرئيس بالصرف الشهري نحدد، الغينة الجندرية، لجنة أمانة السر، عنا حوالي 13 لجنة اللي بتتضمن أمين سر، أمين صندوق، كرة سلة، كرة قدم، رابطة مشجعين، إعلام وتواصل، طبية، انتسابات، تسويق، معلوماتية، قانونية، أنشطة وبروتوكول، ومشاريع وتطوير، انتظام في إنعقاد الجمعية العمومية للنادي، تقديم بيانين مالي وإداري، تعيين شركة لتدقيق المحاسبة، عملنا بطاقات بيومترية للأعضاء تضم كافة المعلومات عنهم، دفع الاشتراكات عن طريق المصرف وأونلاين، اشغال مركز للنادي وتجهيزه صار سمارت اوفيس جيد، نظام وآلية عمل كافة اللجان، اعادة احياء مجلس الامناء، تسجيل اسم وشعار النادي لوزارة الاقتصاد والتجارة،
تسمية ملعب غزير باسم الرئيس أنطوان شويري، تسمية منصة الشرف باسم الرئيس أنطوان شارتيه، تعيين مدير تنفيذي للنادي، إعادة بناء علاقة ثقة وأبوة مع سيادة مطران بيروت بول عبد الساتر، مشاركة المرأة لأول مرة في اللجنة الإدارية، أصبح النادي إي كلوب، إعلان 10 أدار يوم الرئيس وفاء للرئيس شويري، وآخر شيء إطلاق روابط المشجعين في دول الاغتراب. ماليا استلمنا النادي عليه 1,850,000 دولار، هلا ادينا 291 مليون ليره لبنانيه. رفع العقوبات عن النادي، صار في لجنه ماليه تضم 6 أعضاء ولجنه قانونيه تضم 6 محامين. تابعنا كل القضايا القانونيه بشكل دوري، ما عاد القانون عم يسبقنا. تقرير مالي شهري، عملنا ندوات حول القوانين الرياضيه، عملنا عقد توقيع 3 سنوات مع شركه خاصة بالألبسة الرياضية اللي تقريبا حوالي 100,000 دولار وفرنا على النادي، عملنا عقد تأمين صحي للاعبين مقابل إعلانات، هيدي سنويا بقيمة 30,000 دولار، بينعمل جردة سنوية لأغراض النادي، كلنا بنعرف شو في عنا بالنادي. اوكي. رح أحكي مجتمعيا وإنسانيا. هو واضح. لا 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 لا, لا 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 بس ما كمان أنا عندي ليست. مالي خليني أكملهم، بدي دقيقة. لا لا كتار كتار. بدي دقيقة. أقل احكي لي المخ. لا أقل أقل. خلاص عملته اجتماعيا. لا 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 بس كمان كثير من مين؟ استاذ ابراهيم. أكيد والله واضح. خليني واضح خبرك. لا لا مش واضح، خليني خبرك. أنا عارف هيدا بس لبالآخر قول إنه نحن ما عم نشتغل بس لنربح بطولة لبنان بكرة السلة وكرة القدم. مش عم تتسلى. هيدي وحدة من أهدافنا، هيدي وحدة من أهدافنا الأساسية. طيب بالوقت يلي أنت عم تعدد لي وتقول لي فيه هيدول، كمان في حكمويين، يعني مش انه مش حكمويين، حكمويين بس النصف الثاني من الكره الارضيه. لا الحكمويين مش هيدا الوضع. بيقولوا انه اول اداره معك ما هدوا 4 أعضاء فلوا بعد جمعه، سمير صالح ترك الاداره وفل، ايضا بتقول انه ما في مشكله مع استاذ جهاد بكردوني ولكن هي طالعه خبريتها، استاذ غسان حصباني ترك النادي، في مشاكل بالمنصه الرئيسيه عند التكت، في عناوين كثير كبيره، في مشاكل كثير كبيره بالنادي. سببه انه انت هيدول الاشخاص اللي بيجوا بتسخر هيدي الانجازات لإلك وما بتترك لهم دور. انا عم اقول لك شو حكمويين قالوا، ما حدا يهجم علي وانا عم اقول لك. خليني اقول لك استاذ ابراهيم، ما في حدا بالعالم يقدر يعمل هول لحالهم. يعني لو خليتني كمل لك كنت قلت لك انا لما بيكون في عنا 13 لجنه عم تشتغل كنت بدي اعطيك اوقات الساعات، وكل لجنه شو كل لجنه لحالها شو انجزت؟ أنا ما بكون أنجزتها. هاي أول شغلة. تاني شغلة، أنا لو بدي سخر لحالي كنت أول شغلة بقعد على المنصة أول واحد وبنزل أنا بس يعطولي بريزيدان بقول له بليز لا، أخذته لأستاذ جهاد بكردوني على نص الملعب عم بعيطولي بريزيدان أخده بإيده وصرت دل عليه إنه هيدا البريزيدان خيي هو القصة كلها مش أنا. أنا آخر واحد فيك تحكي معي بهالطريقة، آخر واحد. اثنين، ما في انسان ماني سوبرمان اللي عامل هول حالي، كيف بدي سخرهم لإلي؟ بدك تخبرك كل واحد لحاله ليه فلو ليه ترك. قلت لك الرئيس داني شربيه بعده صديقنا ويحوه بقطر، سمير صالح فل لانه صار عنده مشاكل شخصيه بحياته بالشغل عنده، احترق معمله وبده يركز اكثر، ايه كان في خلافات بوجهه النظر بيني وبينه بموضوع تطبيق القوانين بالنادي، كمان بيجي يوم بحكي فيها بس هلا منا وقتها. أنا زلمي بالنادي كتير قانوني والديسبلين عندي كتير مهم، أي إنسان بيطلع برات النظام وبرات الديسبلين أنا بالنسبة لي أخطأ بحق النادي، وأي واحد بيخطي بحق النادي إيه بصير كتير قاسي معه. على الصعيد الشخصي ما عندي مشكلة مع حدا. يعني أنا اليوم هيدي الحلقة فعلا رح تتأرشف وكتير هنكون حريصين على ارشفتها. هلا في كثير حكموي يمكن بحبوا الطريقه اللي انا بشتغل فيها، خليني يقولوا. وفي حكموي كثير حكمويين ما بحبوا هالطريقه، انه تعوا يا خيين ارجل ونتسلى وبسير هيدا وبخبر هيدا قصه وبتضحك. انا مني هيك، انا جاي لاشتغل، جاي لاعمل نتيجه. وعلى كل حال بنهايه المطاف يا استاذ ابراهيم، مين ما كان يكون عامل هالشغل، واكيد مش انا لحالي، اكيد انا عامل منه 1%، بس من 2019 وين كنا؟ فريق كرة القدم كان عم ينزل على الدرجة الثالثة، وفريق كرة السلة عم يلعب براج عم ينزل على الدرجة الثانية. جمهور ما في، ديون 3 ملايين دولار، وبيستحوا الحكمويين صاروا يقولوا انه نحن حكمويين. بعد 4 سنين ونص هيدا النادي قدامك، ما بخبى شيء بالعلبة عندي. تفضل شوف وانت قرر. رح ارشف. والعالم تقرر. رح ارشف. تاني شغلة، فتحنا الجمعية العمومية
لا كل واحد حكمة ويفوت على الجمعية وجاي الانتخابات ويعطي رأيه، هيني مبدأ هلأد يعني. مين حيدفع عنهم الاشتراكات الأعضاء اللي ما بقى في حدا يدفع عن 1100 واحد؟ خلصت خلصت هاي أيام قرارات الجمعية العمومية هاي خلصت. فاتوا 1100 1200 ما بعرف قد ايش صاروا، ما بقى في حدا يدفع عن حدا. قبل ختام الحلقة فعلا بدي أتشكرك أستاذ إيليا. لا أنا بدي أتشكرك. كلمة أخيرة لإلك أنت تختم فيها، إلك وللحكمويين. لك عندي شغلتين أختم فيها. أول وحدة بدي أتوجه بالشكر الكبير لسيادة المطران راعي أب رشيد بيروت المارونية بول عبد الساتر، تقال له يا سيدنا أنت اللي عملته مع نادي الحكمة هيدا للتاريخ راح، وبأحرف من ذهب رح ينكتب اسمك، لأنه ترجع تأكد التزام المطرانية بوضع الملعب تبع عين نجم عين سعادة 100,000 متر بتصرف نادي الحكمة. هيدا أكبر نشان تعلق على صدر نادي الحكمة ودليل ثقة كبيرة من سيادتك بهالإدارة هاي. هاي أول شغلة، ورح نكون عند حسن ظنك، وإن شاء الله يا رب نقعد الحكمويين إنه نبلش أول ورشة عمل إعادة تأهيل ملعب كرة القدم ويتبع بعدين بقية المراحل الثانية. تاني شغلة بدي أتوجه لجمهور نادي الحكمة لقلن أنا كرمالكم رجعت، أنتوا أطيب ناس، أنتوا أحلى ناس، فرحتكم هي فرحتي، والجمهور الحقيقي لنادي الحكمة بيعرف تماما أنا شو عم بحكي. بدي أقلن الله يوفقنا إن شاء الله يا رب هالسيرية تقدر تكفي ونربح ومنا بعيد عن الربح. كل اللي بدي أطلبه منكم بقلب الملعب كونوا حكمويين بقلبكم وبعقلكم وبروحكم وكتير كتير كتير بصوتكم. شكرا لك استاذ ايليا حشوشي، انا بدي اتشكرك على حضورك معنا اليوم بهالحلقه يلي كانت مثل ما هي. حكينا الامور، عندك تحفظات على بعض النقاط تركتها لمذكراتك لا تكتبها بالمذكرات. ان شاء الله اكيد بحلقات تانية بنحكي عنها اكثر. لهون بنكون وصلنا لختام هالحلقه من هنا بيروت، اكيد رح نتابع كل الحلقات الرياضيه ونتابع امور كره السله مثل ما بتعرفونا بنفس المبدا وبنفس الاهميه. الى اللقاء.